أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى الصحابة الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يسر أمورنا وشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين يا رب العالمين. نبدأ إن شاء الله أول حصة ديالنا من السنة التعاوية الجديدة بعد الانتهاء ديال رمضان، وغادي يكون الموضوع ديالها حول تفسير واحد الصورة من القرآن اللي عندها علاقة بالأجواء اللي تنعيشوها دابا. شنو هي هذه الصورة؟ هذه هي صورة العلق. صورة العلق اللي تبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعلاش غادي نبداوها ونفسروها؟ لأن نحن الآن في الموسم الدراسي ديال الدخول المدرسي، باش نشوفوا واش استجبنا للأمر ديال سيد ربي اللي أمرنا وقالنا اقرأ ولا ما استجبناش. واش قرينا كما أمرنا سيد ربي باسم ربك الذي خلق وباسم ربك الأكرم، ولا قرينا ولكن شي قرايه اخرى؟ فهنا نبداو ان شاء الله بالتفسير ديال الصوره، واذا بقات عندنا الوقت غادي نربطوها بالواقع المعيش. علاش؟ لان حين تنجيو دابا للواقع المعيش اللي تنعيشوه دابا، وتنسولوا الناس اللي هما كبار في السن وقراو شحال هادي، تيقول لك اودي قرايه خسرات رجعات النور، باش يقارن تيقارن على داكشي اللي كانوا عايش فيه. باش معناه خطرات؟ معناه حيت كانوا حنا قراونا النصارى وقراونا الاردنيين، وكانت حيت تنشدوا الشواهد ديالنا تنصيبوا الخدمه، ودابا ولاو غير المغاربه اللي تيقراو ما بقاوش الاجانب، وتتشد الشواهد ما تنصيبش الخدمه. فحيت نقولوا للناس علاش خسرات القرايه، تيقول لك ما بقاتش خدمه، بمعنى ان القرايه مرتبطه بالخدمه. واش هاد المفاهيم صحيحه ولا لا؟ خطا. الى قرنا مع الصوره القرانيه ديال العلاقه، سيدي ربي ما قالناش قرا باش توظف، ما قالناش قرا باش تخدم، قالنا قرا لان الله خلقك وخصك باش تعرفو وتعرف العظمه ديالو. هذا الشيء بالقراءه. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. فإذا جينا التاريخ ديال المغرب من الاستقلال هذيك 50 عام دابا، شنو تنصيبوا؟ تنصيبوا حين جا المستعمر الفرنسي للمغرب، صار الناس تيقراو في الكتاتيب القرانيه، تيقراو القران وتيحفظوا ابن عشير والمتون، واللي تيدير الفلاحة تيدير الفلاحة، واللي تيدير الصناعة تيدير الصناعة، واللي تيدير التجارة تيدير التجارة، وما داخل ليهمش في الدماغ ديالهم القراية تساوي الوظيفة. فاش كنا تيدير دابا نعطيو حنايا التاريخ، لأن إلا ما كناش فاهمين الواقع ديالنا غادي ما نعرفوش، غادي نبقاو نحكموا على أن القراية اللي كانت شحال هادي أفضل من دابا. ولكن بالمقاييس الشرعيه لا القرايه ديال شحال هذه ولا ديال دابا هي اللي خصها تكون، جوجهم ماشي هما هادو. فحيت شاف فرانسيس المغرب واستعمر، شاف راسو بان هادوك المغاربه ما يمكنش ينتصر عليهم الواحد، لان عندهم واحد الدين الاسلامي شادين فيه، وعندهم الوطنيه، والوطنيه من الدين الاسلامي، فصابوا بانه غادي يخسروا الدبابات ديالهم والعادات ديالهم والارواح ديال هذوك الجنود ديالهم، وقال هذا الشيء هذا ما يصلحناش، اش غادي نديروا؟ راه نكونوا واحد الافراد. لان تيتقال لك قل لي ماذا تقرا اقول لك من انت، قل لي اش تقرا نقول لك شكون انت، نحدد لك الهويه ديالك ونحدد لك الشخصيه ديالك من خلال القرايه ديالك انت، قل لي انت اش تقرا. فلهذا بدل ما غادي يصرفوا هذا الشيء ديال الملايير وتمشي الارواح، قالوا لا 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 لا، ارا نديروا مدارس ونربيو فيها افراد يكونوا بحال ولادنا، باش حيت حنا نخرجوا هذوك غادي يبقاو يعطيونا الخيرات ديالهم بلا دبابات بلا قتيله بلا استعمار بلا حتى شي حاجه. وفعلا
داروا مدارس. هاد المدارس هذه ديال الناس زمان الا سولناهم وعطاونا الجواب اش يقول لك؟ تيقول لك حنا تنعرفوا بان شي ولد الا جاو فرانسيس وداوه للمدرسه اما للدار ديالو تيديروا داك النهاريات العزاء. تيقول ليه ولدكم داوه فرانسيس يقرا عندهم، داوه النصارى يقرا عندهم، داوه الكفار تيديروا العزاء. فرانسيس اش خصو يديروا؟ عندنا المنجزات كاع، كاين المنجزات قريبه المدى وكاين المنجزات متوسطة المدى وكاين المنجزات بعيدة المدى. هما خصهم يديروا داكشي بحال كوكوت ميلوس في البلاصة باش يولي لك النتيجة، باش الناس يغيروا النظرة ديالهم. هما راه دايرين سم في الماكلة، سم في الدسم. اش داروا؟ داروا القراية في المدارس وبداو تيشجعوهم وعطاوهم الفلوس وعطاوهم سميتو الأدوات، وداروا 6 سنين، داروا التحضيري الأول والتحضيري الثاني. دابا ما كاينش التحضيري الثاني، وما كان ديك الساعه التحضيري الاول والتحضيري الثاني، الابتدائي الاول والابتدائي الثاني، المتوسط الاول والمتوسط الثاني. وشنو داروا اليوم؟ من التحضيري الثاني، من التحضيري الثاني بدات الفرنسويه، الفرنسويه قراو من التحضيري الثاني بدات الفرنسويه. العربيه جعلوها واحد الماده ثانويه، وحيت تيلحقوا الشهاده اللي هي السادسه تيديروا ليهم امتحان. اللغه العربيه تيديروها شفوي، ويعيطوا لشي فقيه الجامع يقول ليه حاول دير ليهم امتحان وداك الشيء باش جاوبوك، عطيهم 10 على 10 ولا 9 على 10. ولكن بالنسبه للفرنسويه الا ما كانش داك الشيء مضبوط والو. بمعنى ان ما تيدوز سنين هذاك المغربي، اما المغربيه مازال ما كانتش، القرايه ديال العيالات مازال ما كانتش، هذه مازال غير الأغلبية 99% اللي كانت هما الرجال الذكور اللي كانوا تيقراو. فغير تيلحق سنين معنى الشهادة تيخرجوا تيعطيوه الوظيفة ديال الترجمان، تيدير ترجمان، تيشد الفليزات، تيشد طوموبيلات، طوموبيلات ديك الساعة شي حاجة اللي هي نادرة، تيبني دويرة، تيبقاو تعجبوا الناس. ياه وحنايا شحال حنا تنقراو العمر ديالنا كاع ما درنا هاد الشهادة. فمن ثم يبدا الناس يصيفطوا الوليدات ديالهم تيقراو في المدارس. هذاك الجيل اللي مشى قرا في المدرسه على يد الكفار تكون عنده الدين الفرنسي، ولا حيد الرزة، كرت اللحيه، لبس الكومبلي، دار الكرافات، ولا تياكل بالفرشيطه والموس، وتياكل بالاطريه، لان الموس لاقى الطوب اليمنيه. وهذا الشيء حنا قريناه في الابتدائي الثاني، كانوا تيقولوا لنا جيبوا معاكم الموس والفرشيطه، وتيوريو لنا في الماده الفرنسيه كي ناكلوا، بمعنى الموس باليمنيه، وخص الماكله تبقى تاكلها بالاطريه، هكا تاخذ. فحيت سميتو تكونوا وتخرجوا، ما بغاوش يزيدوا بهم الفوق، لان الا زادوا الفوق غادي يزيدوا يتقفوا ويتوسع عليهم المدارك. لا 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 لا، بركه غير سته معنى الشهاده، ومن بعد ذلك نعطيو ترجمان. ما بقاوش الناس تيديروا العزاء، ولاو تيتسابقوا، ولا دخلت في الذهن ديالنا القرايه تساوي الوظيفه، ولينا تنصيبوا الناس في ديورهم تيبيع الهدوم وتيبيع الفراش ديالو باش يشري الادوات لولده، لان واحد المده قليله غادي يولي ولده موظف وغادي يرد ليه داك الشيء. ومشاو الناس في هاد الشيء هذا بزاف. حيت جا الاستقلال، هادوك الناس اللي هما تكونوا واحد التكوين فرنسي هما اللي شدوا الاماكن في بلاصه الاستعمار. فلهذا اش من الدماغ فيه؟ الدماغ فيه داك الشيء ديال الكفار ديال فرنسا، الثقافة الفرنسية والعادات الفرنسية والتقاليد الفرنسية وكل شيء الفرنسي. بمعنى اش ولا عندهم؟ النموذج اللي خصنا نقلدوه هو فرنسا. واخا قتلوا لنا جدودنا، واخا هتكوا لنا الاعراض ديالنا، واخا خسروا لنا الاراضي ديالنا، واخا كاع هادشي هذا، واخا هادشي هذا فيتعتبر هو النموذج. ولينا تنضربوا به مثل، تنقولوا عندو كلمه فرنسويه، معنى المعقول عندو كلمه فرنسويه، ما كاينش زعما لازميتو. ولا هو الفرنسي هو النموذج، ولات الرزه حشومه، ولات اللحيه لوسخ، ولا شت هذا. فحيت صداو مع الرجال، ارنا الانتقال دابا للاناث، خصنا دابا جا الاستقلال. شكون اللي بدا لنا المساله الاولانيه؟
الملك محمد الخامس رحمه الله عليه حين جا من سميتو مدغشقر بين قوسين اللي تيتقال راه مشى فيها هو زعما تمايا راه من فيه، اول ما بدا جاب البنت ديالو في القرويين في المحراب لابسه الصايا، اول اللي لابس الصايا وجا احنا سيدي جينا دابا التحرير الاستقلال هذا يلا خرجوا البنات يقراو، هي البنات اللي قراو ما عندها علاقه بالعراق، فلهذا من تمايا اما الا شفتوا التصاور ديال يعني الاستقلال داك الشيء تصيب كل شيء الحايك والتاب، الحايك والتاب معناه ما تصيبش شي وحده باين ليها الوجه ديالها بلات القضيه، فولاو دابا الان وانا كنت في جمعيه خيريه الاسلاميه باش غادي نصاوبوا حتى صاوبنا البلان وكل شيء باش غتكون خيريه فيها الدراري والبنات، في اخر المطاف جاو كتبوا فيها دار الفتاه سير الدراري ما عندنا ما نديروا بهم، حنا الغرض ديالنا دابا البنت خصنا نخرجوها، البنت نخرجوها في وسط المدينه والبنت نخرجوها اللي في الباديه، الباديه حتى هي خصها تجي ونصوبوا لها البلاصه، فهذا الشيء هذا اللي حيت نجيو دابا للقرايه باش نقارنوا نشوفوا واش كاين شي قرايه ولا لا، تصيب ليك عندنا جوج الملفات ديال التلاميذ حيت عاد يدخل التحضيري تيصاوب لي واحد الملف ليموني فيه التصويره ديالو، ما نهضروش حنايا على الولد نهضرو على البنت اللي هي اللب اللي هي الشيء الاساسي، لان الا صحت المراه تصلح المجتمع والا فسدت المراه تفسد المجتمع، تصيب ليك هذاك الملف الليموني واحد البنيته مصوره والشعير ديالها مشعكك ومتبقى عينيها قدام المصور، فتدوز ذاك 6 سنين ديال القرايه دابا وتطلع الاعدادي السنه السابعه تصوب واحد الملف اللي هو خضر تتصور، فانا تنشد على دوك الملفات وتنشوف ها البنيته ولات تعلمت تسفي الحجبان تعلمت الكاكاويت باش غادي يكون الشوارب ديالها تيضوي ما يبقاش بحال هذاك الشيء ناشفين ولا شي حاجه، تعلمت البيفون بلي والباتشا ولدات، فلهذا حيت تصيب لك ديك التصويره ديالها باقي عاد قال لك اللي فقس عر من اللي في وسط البيضه عر من اللي فقس، فلهذا تصيب ليك ها هي باقي عاد 7 ولكن ها هي من النقطه من الاولى ها هي هذا، هذا بالنسبه للشكل الظاهري ارانا الداخل بالنسبه للوليدات ديالنا، حيت تصيب لك ديك البنيته ولا ذاك الوليد في الابتدائي تيقرا شنو تيدير؟ تيقرا تسمع الصوت ديالو وتيقرا من الساحه وهو كل عام تيطلع وهو تينقص في الرغبه ديال القرايه حيت تيطلع للسبعه وتعطيه يقرا ما تسمع الصوت ديالو رغم انه راه الصوت ديالو ولا مجهد، علاش؟ لان الرغبه في القرايه تزيد تنزل ما بقاش طالعه والرغبه في الاشكال تزيد تطلع، اشنو العلاقه دابا باش تشوفوا الامور كيفاش دايره عندنا في المغرب، اشنو العلاقه ديال الافلام التركيه اللي دازت في التلفزيون مع الادوات المدرسيه دابا في الحفاظات فيها ما تنسانيش ديال الخلود مكتوبه كمصوره محفظات اخرين اللي هي فيها بارصه، هذا جاي نقرا نطلب العلم ولا جاي البارصه شنو علاقه البارصه؟ اليوم تيحكي لي مول المكتبه تيقول لك ولد قال لبا غير هاد المحفظه اللي فيها بارصه ولا انا ما غاديش نقرا، شنو علاقه ديال هادشي هذا؟ بمعنى اننا ولينا الاباء مساكن ثقل لهم الكاهن ديالهم الادوات المدرسيه الخاويه مع اننا حنايا قرينا التلاوه ديال بوكما اقرا ودفتر ديال 12 دوزنا العام كله و 99% كنا تنكتبوا في اللوحه وما تنخرجوا من القسم حتى تنكونوا حافظين التلاوه، دابا تيدوز في برنامج ديال نقاط على الحروف هذاك اللي تيدير البرنامج تيخاطب هذيك وزيره الدوله اللي هي سميتو عديده قال لها راه التلميذ والتلميذه تيدخلوا السنه الاولى في التحضيري وتيخرجوا في السته وما تيعرفوش شي حوايج ما تيعرفوش الحساب وما تيعرفوش الحروف، بمعنى سنين دازت ما تعرف حتى شي حاجه ما تعرف لا قرايه ولا حساب، علاش؟ الناس قالوا ربما كاين الخلل في المدرسه العموميه راه نديوهم حنايا للمدرسه الخصوصيه ونخلصوا عليهم الفلوس، حنا ولينا تنزيدوا فلوس على فلوس، كانت القرايه تطيح رخيصه دابا فلوس على فلوس، مشى للخصوصيه ايوا انت قريتي في الخصوصيه وصرفوا ملايين للاباء وحتى يشد الشهاده ايوا سير قلب دابا شوف واش تصيب شي خدمه ولا ما تصيبش، علاش؟ لان كل شيء دخلنا في الدماغ ان القرايه تساوي الوظيفه، وهنايا واحد من المفكرين ديال المغرب سميتو
بن عبود رحمه الله عليه هذا دكتور في الجلد ولكن مفكر، كان تيدوزو داروا ليه برنامج كان تيدوز في القناه ديال المغربيه، كانت ديك الساعه غير اذاعه وحده، ما كانش هذا الشهاده ديال الاذاعات وكذا، غير اذاعه وحده، وكانوا تيعطيوه تقريبا ميقات السبعه ديال العشيه، كان تيعطيوه واحد الساعه يوعي وينور هذوك العقول ديال الناس المثقفين. فاش قال عن القرايه في المغرب؟ قال لك الثقافه الخبزيه، هكا تسمى الثقافه الخبزيه، بمعنى اننا تنقراو من اجل الوظيفه. بمعنى ان هذاك الوليد حيت يقرا في السبعه اعدادي وتيحفظ شي حاجه تيحفظها الامتحان، وحيت يكمل الامتحان وتينجح عاود الثامنه تينسى داكشي ديال السبعه، مشى داكشي كاع كله نساه، وحيت يطلع التسعه تينسى ديال الثامنه، وحيت يشد البكالوريا تينسى كاع داكشي اللي قرا كاع كله، بمعنى حيت يشد الدكتوراه كاع تيبقى عنده غير في يديه غير الشهاده، ولكن الدماغ خاوي، اما القلب ما نهضروش عليه، لان ما كاينش هنايا المجال الروحي في القرايه. هذه القرايه عندنا في المغرب لا علاقه لها بالامر ديال القراءه اللي امر به سيدي ربي سبحانه وتعالى في سوره العالم. حتى نجيو تنقارنوا، حنا عندنا الان دابا المغرب تيحط المرتبه 125 عالميا، بمعنى حنايا سابقين جيبوتي والعراق وغزه اللي عندهم الحرب وعندهم ظروف، حنا سابقينهم، يعني حنايا معنا جايين الاخرانيين سابقيننا واحد ثلاثه، صافي هادشي اللي كاين. حتى المغرب والمرايا تتصرف والمدارس تتبنى والاساتذه والمعلمين وكلشي، كلشي اخوان خاوي. فين كاين الخلل؟ الخلل ما عرفناش علاش نقراو بعدا. ناضو قال لك اسيدي غادي نحاربوا الاميه، والنسبه ديال الاميه مرتفعه، تخيل في غزه اللي كاين اللي ضطيهاد ومدير واحد البلاد صغيره والاحتلال الصهيوني، تتعتبر النسبه ديال الاميه 0%. مرأة عجوزة تتكلم بلغة عربية فصيحة وتتعرف تكتب وتتعرف تقرا، والرجال ما كاينش الأمية تما. حنايا عندنا الحكايات تقريبا النص ديال المغرب أمي. ها النص ديال المغرب أمي. النص ديال المغرب تيتفلى عليه ما تيعرفش، يقد يسني وراء ولكن هو ما عارفش يجيب الورق، ما تيعرفش. والناس اللي عندهم أموال وعنده كذا، واحد من الملايرية ديال المغرب هذا عنده فيرمات وعنده بزاف ديال سميتو هذا سوسي، فمعاه واحد المهندس خدام معاه، خدام معاه مهندس، وتيتكلم معاه قال لي اسني الحاج دابا كون كنتي انت قاري زعما اشنو فين غادي تكون؟ قال لي غادي يكون خدام عندك المهندس، في معنى انه غادي يولي هو خدام عنده. دابا المهندس براسو خدام عند هذا الامي هذا، والامي عنده داكشي ديال شحال ديال البقر وشحال ديال سميتو واحد الطريق تندوزو عليها كلها غير بقر، كلشي ديالو، وامي ما تعرفش تقرا. فتعرف كان عندنا في البرلمان وشي حاجه اميين ما تعرفوش يقراو، جاي البرلمان اش غادي يتابع واش غادي يعرف اش من الفصول اللي غادي يحط واش من غادي يناقش حتى حاجه، امي علاش عنده الشكاره؟ هذا هو المجتمع عندنا دابا، لا داكشي اللي فات مزيان ولا دابا، حنا شنو تنديرو؟ غير تنبقاو نقارنو نعمش مع نعمه، وتنقولو ذاك المعمش بدون النعمه، اما لا المعمش ولا العمل اللي بغيناه. شنو اللي خصنا بغينا؟ بغينا نكونو نقراو بسم الله عز وجل، يكون عندنا الروح ديال القرايه ديالنا هو القران، حنا تنقراو لان الله امر بالقرايه. دابا هذوك العيالات اللي تيديروا محاربه الاميه علاش؟ ايوا انا تندير محاربه الاميه باش نعرف البرا، ما بقاوش البرا تيجيو دابا. ايه باش نعرف ندير ذاك الكارت الكيشي ويبقى سميتو هذا صافي، وعندها هي الدخل بغيت نقرا القران، لهذا تطلب شحال من وحده من العيالات اللي داروا محاربه الاميه مجرد ما تبدا تعرف الحروف انتقلت مباشره لحفظ القران الكريم، لان باقيه سالمه، باقيه الفطره ديالها ما تخسراتش. اللي في المدرسه تيقتلوا فيهم هذا الشيء هذا، حتى ولا اعز شيء عند الولد اللي في الابتدائي فضلا على اللي في الاعدادي والثانوي الجامعي، اعز شيء عنده هو العطله. هذا واحد تيطلب هذه تيطلب للناس صدقه وما تيطيح الا في واحد المعلم، قال لي فرح لي الوليدات الله يفرحك، قال لي سير قول لهم غدا ما كاينه قرايه. بمعنى انه الحاجه اللي الحاجه اللي تيفرحوا ليها عاد تيخرجوا من العطله، تيدخلوا لا غدا تيقول لهم راه كاينه عطله تيفرح. علاش؟ ما بقاوش يحملوا القرايه. وحتى اللي تيقري ما تيقريش بواحد الحماس ورغبه، علاش؟ لان حتى هو عنده الثقافه الخبزيه، حتى
تيتسنى المفتش داز عندو عطاه نقطة فضينا هاد الهضرة هادي شد النقطة ديالو صافي. لا ماشي هكا، ماشي نخدمو حنا من أجل النقطة ولا، حنا نخدمو لأن الله أمرنا. لهذا نرجعو دابا حنا ما شفنا هاد النظرة هادي على المجتمع المغربي ديالنا والقراية اللي كاينة فيها والنكسة اللي وقعت في القراية والوليدات دابا تخيل دابا الدار تنصب لك الأغلبية قليل. هذا اللي في التحضيري، هذا اللي في البروفي، هذا اللي في البكالوريا، هذا اللي في الجامعة كذا. والمصحف ما تيدورش يتقرا في الدار، المصحف ما كاينش، ما كاينش القرآن. وإلا عطيتي لشي ولد قرا، قرا في الابتدائي قرا سورة الواقعة وسورة الحقة وسورة الرحمن وسورة الملك، مشى داكشي كلشي دوز في الامتحان ونساه مشى مشى. علاش؟ لأن حنا تنقراو من أجل النقطة. كان شحال هادي اللي حتى هي راه ما مزياناش، راه حنا تنقارنو قلنا غير المعمش مع مع العمى. شحال هادي كان البو تيتلاقى مع المعلم ولا مع الاستاذ وتيقول لي راه الدري ديالي راه عندك، ايوا تهلا فيه. شنو تهلا فيه؟ معناه العطاء ربي مزيان، انا من جهه وانت من جهه. دابا حيت تيتلاقى البو مع الاستاذ ولا مع المعلم تيقول ليه راه ولدي تيقرا عندك، ايوا تهلا فيه. شنو تهلا فيه؟ النقطه. الا كنتي غادي تعطي 10 عطيه 16 ولا شي حاجه، النقطه. هذا هو تهلا فيه. علاش؟ مابقاش عندنا الغرض ديال التربيه، ولدي يكون مربي ولا بنتي تكون مربيه. شي مره وانا تنحرص تلاميذ ديال البكالوريا، تلميذه من التلميذات ديالي، الاب ديالها امام ديال الجامع، امام ديال الخمس، حافظ الدين حزب، حاج مشى للمكان المقدس، وجايه ذاك النهار ديال الامتحان، شوف اشنو داير ليها في الدين ديالها، جايه المكياج ما خلاتش، ماشي كاكاويت، لا 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 هكا، هذا مشى كاكاويت، هذا كاكاويت غير من هذا الكار والفون دو دان، داكشي مقاد مصاوي مزيان. فإذا به قلت لها شوفي، غير إما غادي تخرجي وتغسلي وجهك ولا راه ما غاديش تدوزي الامتحان. فخرجت لأن أنا اللي تنحضي وتنعرفها. فهي قالت دابا، ولكن في الآخر غيبان النتيجة عوجا. عرفتني في الصباح غادي نحرص والعشية ما غاديش نحرص. في العشية جاية بالماكياج، ولكن العشية أنا عندي المادة ديالي، انا عندي المداومه، خصني تكون عندي ديك الماده ديالي، غادي ندور نشوف ياك ما كان شي حاجه ولا كنشوفها في القسم جايه بالمكياج. ما عنديش الحق ديك الساعه لان كاينين جوج اساتذه اخرين اللي تحرقوا. فضرب الجرس وخرج التلاميذ وخرج انا ابها هو جاي. تلاقيت مع الكروازي انا وياه، اهلا سي الحاج بخير لاباس، سلم عليا فلان، قلت لي البنت ديالك ها هي مورايا راه جايه عندك تنفعل، انا تنهضر زعما بالفطره، عندك تنفعل ولا شي حاجه، ها هي جايه راه دايره المكياج، عندك تمشي تقول ليها شي حاجه ولا كذا في الزنقه حتى للدار وبلاتي هي احسن. انا قلت راني درت الفيه ودخلت قول الله عز وجل ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. حتى تيجي واحد نهار ديال المدن ديال ذاك الجامع قال لي راه قال لك الامام مالك انت حاضيه وحاضي بنت واش غير بنتو اللي تدير المكياج، راه كاع البنات تيديروا المكياج. دابا القضيه انا ولي درت خطا، انا درت خطا، انا وليت شكام، انا ما نسوى ما يصلح، انا خصني حيت شفت هكا يعجبني الحال ونجي ونملتي على شعرها وقالت بارك الله عليك بنتي وهكا مزيان، وانت قالت لي مكفنه بحال سميتو شاد حق الله ولا شي حاجه ويعجبها الحال وتمشي لعند باها وتقول لها انا واحد الاستاذ مفتاع وداك الشيء هذاك وعجبني. هذا المقاييس حيت جيت تنقلب على السبب شنو هو؟ تنصيب من لم هي اللي متحكمه في الدار، الراجل ما في يديه والو، تعال ما في يديه، لم اللي متحكمه في الدار. هذا السبب ديال الفساد. فلهذا باش غادي تصلح المدرسه؟ راه ما تصلحش المدرسه، تصلح حنا الافراد، حنا نصلحوا حنايا مؤسسه من المؤسسات هنايا، عضو في جمعيه اباء التلاميذ في الابتدائي، تيحكي ليا قال لك تلميذ جا عند باه، باه مدن ديال الجامع مات رحمه الله عليه، جا عند باه قال له ابا راه المعلمه تدير شي حاجه في القسم، قال لي اش تدير؟ قال لي لا ما نقدش ابا نقول لك، لا ما نقولكش، لا لا قول لي، غير قول لي، غيقول لي يا وليدي غير في السكات راه باغي يتبع لحد، اشنو تدير؟ قال لي تتكمي في القسم، معلمه تتكمي في القسم، معلمه تتكمي في القسم، قال لك حيت البو مشى قالها العضو في مجلس سميتو ديال جمعيه اباء التلاميذ، قلبوا صابوها نيت فعلا تتكمي، قال لك عندها مشاكل مع راجلها وعندها هموم وتضرب قوية الرؤيات قدام التلاميذ. فين هي القراية هذايا؟ فين؟
فلهذا هذا مسائل صغيرات، ما بقاش عندنا اللي شاد الطريق المستقيم هو اللي حشومه واللي خارج، بمعنى ان دابا اللي بغى يحافظ على العرض ديالو وعلى الجد ديالو خصو ما يقراش. وحيت كنا تنديروا محاربة الأمية عندنا في جمعية الإمام مالك، وكاين عندنا بعض الأقسام عندنا في الدار، كاين امرأة أمية جاية تقرا، الرجل ديالها أستاذ اللغة العربية، بمعنى هذا الأستاذ هذا على قلب البنات اللي كاينين، وشحال تيقري من بنت وهو تيقري في الإعدادي، وشحال اللي كاين تيقرا في الثانوي والجامعي وما مشتتين، راه داروا إحصاءات دابا صابوا بأن عندنا اللي كاين ديال الإحصاءات عندنا 25 مليون ديال الإناث بالمقابل ديال 13 مليون ديال الذكور. 25 مليون ديال الإناث تقريبا ها ثلث ونص اللي كاين، 15 مليون ديال الذكور ولا 13، حنا هادشي خطر. فلهذا هنا مشى اختار أمية، علاش؟ لان عرف البنت بان هي تطلع الاعدادي وهي تتعلم صحراميا وما يخليوهاش، واخا تكون محتجبه ما يخليوهاش، هذاك الدراري اللي كاينين تما هي ما يخليوهاش، هذا يجرب من هنا وهذا يضحك معاها والدواب تيتقبل الرخام. تصيب عليك بنت توقف مع الولد العينين ديالو في العينين ديالها، ما تيتنازلوش الراجل مع مرتو ما تيديروش هذا الشيء، هذا حيت يبقى يشوف فيها هي تحضر عينيها ولا يحضر كاع ولا كاع ما تيتسالى واش غيبقى يشوف فيها ولا تشوف فيه. بنت مع الولد لوجه لوجه، وعلاش هادشي راه تقرا معايا بكثر من هادشي هذا دابا، شوفي العهد عندها التعليم وتيجي لعزريك دو قداش بالغ 18 عام 20 عام تيدق في الدار وتيخرج الراجل اش بغيت يا وليدي، بغيت فتيحة ولا نعيمة ولا شكون هي بنتك فلانة اش بغيت يا تقرا معاها تقرا معاها، ايه الله يعطيكم النجاح وليدي هذا غادي نعيط ليها تعيش لها حتى انا بعد هذاك الشيء عايش لها وها فضال لا نعيمه ولا لا فتحه فضال زاد وتتلاقى معاه وتحكي يا ويا كل شيء وتصيب لك المعود وما تقولش في الزبقه وطلعوا طلعوا وتتقول لها راه هذا راه تيعرف الباطن ولا الفيزيك ولا شي حاجه بلا ما نزيدوا حنايا منضى ديال سواع اضافيه ولا شي حاجه وغيبقى يجي يقريها تما اي يقريها تما. شي فيلم انا شفتو فرنسي وسميتو ماشي عربي هذا دابا شو تيحكيو فيه كيفاش الانحراف تيبدا يدخل للاسر، هادشي دابا فرنسيين، اما دابا راه كلشي الحل عندهم دابا راه ولا عندهم الاسره تتكون من مراه وكلب. عيطوا الاستاذ تيقري وجايبينو في وسط المراح قدام العائله. ايوا هو تيقري هو تيقريها. ايوا شنو؟ حيد رجليه من الصباط وحيدات هي رجليها من الصنداله وطيحت رجليها على رجليها والبيرو مغطي ما تيبانش. ها هو راه تيقرا الفوق ولكن اللي تحت شنو كاين؟ راه حاجه اخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم ختم لنا هذا الشيء هذا، ختمنا الباب، قال لك ما خلا رجل بامرأتين الا كان الشيطان ثالثهما، خذينا هذه الهضره هذه. زاد عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه واحد الكلام قال لك ولو كان يحفظها القرآن ولو كانت مريم بنت عمران. شوفوا الشيخ هذا ديال القرآن اش داير، هالخبية من هنايا ومن هنايا داير احتياطات وكل شيء وهذاك باش يسد البيبان ديال الشيطان لعنه الله من الطرفين باش يحفظ القرآن. أعطت النتيجة لأن النسبة ديال الحفاظة بالقرآن ديال العيلة أكثر من الرجال، ولكن باش ما يدوش الشيطان لعنه الله هذه الاحتياطات كلها كاينة. ايوا في المدارس كاين شي احتياطات، انا تنقولها للتلاميذ تنقول لهم وتيبقاو يشوفوا فيا عاتب يتحرك فيهم داك الجانب ديال الفطره السليمه، لان الكل واحد عنده بحال واحد الورده في القلب ديالو ديال الخير اللي يسقيها بدل اللي يقتلها. تنقول لهم ما كاين الاستاذ اللي تيجي ويجي يدور على التلاميذ ويشوف اشنو تيكتبوا من التمارين ويشوف شي وحده اللي هو بان ليه فيها ويملس ليها على الشعر ديالها ويضرب ليها على الكتاف ويا حاضره اش غتقول ليه زيد ديك استاذ وكذا كذا، وهادشي هذا ماشي غير راه اكثر من هادشي هذا في الماده ديال التربيه البدنيه ديال الرياضه. يلا سيدي ديري رجليك راسك لتحت ورجليك لفوق يلا، وتبقى شاد ليها هو شاد ليها هو في الجنه ديالها. اسي بلاد راه كاينين البنات، خليو البنات يشدوا البنات بيناتهم، وانت اش تدخل لهاد الهضره هادي؟ قلت الاستاذ ديال الماده شد شدوا لا 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 شدها لنا. انا شفت بعينيا بنت سخفات في القسم والاستاذ اجر ليها
حيت قفات راه كاينين البنات الا ما كفاوش جوج نديرو ثلاثه، الا ما كفاوش ثلاثه نديرو اربعه، نديرو خمسه ويهزوها ويديوها على ما تجي نابيلات تهزها. وهذا هو داير اليد ديالها على عنقه وداير يدي على عنقها، وغادي قالك جايبها وخلي التلاميذ وقيت كاع كله. وهذه مناسبه حجه وزياره، هو غادي حشاده دابا هذه مابقاش شي ثقافه ولا شي علم ولا شي حاجه، مشى كلشي ضاع. استاذ ديال التربيه الاسلاميه تحكي لي استاذ معنا في قري قال لك هذاك اللي ديال التربيه الاسلاميه ذاك الفاعل التارك تيعطيو شي تمارين يوجدوهم، وهذو تيقري غير البنات ديال الثانوي، فحيت تيجيو تيبقى كل وحده اللي تهرم من هنا ولا هنا تقول لها استاذ وكذا وتضحك معاه وتعطيهم النقطه. قال لك هذا الاستاذ هذا اللي تيقري معايا قال لك وبنتي ما تديرش هذه البسله ما تعطيهاش النقطه. هذه التربيه الاسلاميه اللي تيقول لهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرايه هذه قرايه، فالولاد القرايه هي واحد الوسيله باش يتخلطوا الدراري مع البنات تيعاونوا. قال لك غير مراه مشات قال لك تدير محاربه الاميه، فاذا به هبطات كان في الدار هبطات الرجل باغي شي حاجه شافها طلعت تيصيبها واقفه مع الرجل لتحت. لا 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 داكشي راه قالت لازم يقول، قال لي راه تيقرا معايا سيدي عجبي تيقرا معاه في محاربه الاميه، فغير ولا تيقرا معاه في محاربه الاميه نسات هي وهي تذكروا وعندي وعندك وقول لي نقول لك الراجل راه قال معنا شو التعليم فين ولا دابا؟ هذا هو التعليم، هذا هو التعليم. اش غادي نصلحوا به؟ واش غادي نصلحوا الاساتذه؟ درت شي خطبه انا ديال الجمعه على شي اساتذه وداكشي هذا تفاضوا داروا عليا واحد سميتو هذاك، وانا رحت انا راه في تعليم، ولكن حنا تدخلوا في البحر فلهذا ولا تدخل للشوارع كيف يقولوا. فلهذا خصنا 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 كلشي المنظومه خصنا نقادوها، خصنا نشوفوا الله عز وجل، خصنا نرتبطوا بكلام الله عز وجل. لهذا جبناها بالصوره هذه ديال العلق اللي هي اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. غادي نبداو نشوفوا اشنو المعاني ديالها، باش من خلال المعاني ديالها غادي نربطوها بالواقع ديالنا وغادي نصيبوا لا علاقة لنا احنا بالقرآن ولا بالإسلام ولا احنا تنقراو وصافي. أولا نعطي مثال آخر، هذا صديق ديالي اللي قرا معايا في الدراسة ولا حارس عام ديال الداخلية، وشي وحدة وهذه الداخلية ديال الإناث وشي وحدة في هذوك محتجبة وشافها بأن شاد الطريق ومزيان وسول على العائلة ديالها قال هذه اللي تصبح تكون زوجاني فتزوجها، فعند زوجها سبب ما تطلبش الحجاب والصلاه ما كايناش. قال لي علاش ما تصليش؟ قلت ليه ما تنعرفش. قال لي انا ما قريتش هذا الشيء، انا قريت لكم في الماده ديال التربيه الاسلاميه. قال لي احنا كنا تنقراو غير النقطه، لا علاقه لنا احنا بالتطبيق. فلهذا دابا انا اللي قلت لي على الصلاه وغادي نبدا نصلي، دابا عاد غادي نسول، بمعنى ان الوليدات ديالنا الا سولناهم على الفرائض ديال الوضوء وعلى الفرائض ديال الصلاه وعلى السنن ديال الوضوء وعلى المبطلات ديال الوضوء ولا المبطلات ديال الصلاه حتى حاجه ما تفهمون هذا الشيء، وراه قراوا هذا الشيء. بمعنى ان الاعداد عندنا في الاركان ديال الاسلام كلها، عندنا فيه الشهاده التي تتعلق بالتوحيد، وعندنا فيه الصلاه وعندنا الصيام وعندنا الزكاه وعندنا الحج، تقراوا في الاعداد قبل ما يطلع الثانوي حتى حاجه ما تعرفوا من هذا الشيء. باش تحكي لي مفتش ديال التعليم الابتدائي جاء الواحد المعلم باش غادي يمتحنو، فحيت دخل عنده صاب الدرس داكشي معتبر، احسان استعمال السبوره مزيان، احسان استعمال الالوان ديال الطباشير مزيان، الحوار ما بين التلاميذ مزيان، الطريقه البيداغوجيه الحواريه مزيانه، داكشي مزيان تبارك الله. قال لي ما عندي ما نقول، ضرب الجرس مشى خرجوا التلاميذ. تحكي لي المفتش قال لك خرجت للساحه وزيد حجره وجبتها لي فوق المكتب غير انا وياه، التلاميذ ما كاينينش. قلت له دابا سي الاستاذ ايوا تيمم ليا، شوف دابا انت قريتي دابا درس التيمم تيمم، ما عرفش المعلم يتيمم ما عرفش، لان قاري داك الشيء نظريا وما تيصليش. شي معلمين تعينوا في شي باديه من البوادي والامام ديال الجامع اللي في الباديه تيديروا منه كل شيء، تيكتب لهم الحجابات تداوي المرضى تيصلي بهم اكثر من هذا الشيء، حتى الضياف كاين بعض الضواور حتى الضياف حيت تيجيو هو اللي سيعطي الطاس والغسيل لهذوك الضياف الامام، لان تيخلو الصوت. فالامام مشى لشي غرض وما تلم شي واحد ذاك الدوار، علاش غادي يبقاو يخليوه مشى الامام عنده شي بسيه ولا اربع ايام عاد يجي؟ شكون اللي غادي يغسل لنا هذا؟ وهذا حتى واحد ما عارف يغسل، قالوا لي غادي يغسلنا هما المعلمين اللي تيقروا لنا ولادنا الدين، فمشاو جابوهم لان احنا ما تنعرفوش، ما قدوش يقولوا ما راحش ما تنعرفوش،
بداو يعتذروا شدوهم طيروهم بالسيف عليهم ودخلوهم للغرفه فاش كاين الميت وسدوا عليهم. تيتسناو الميت تخوى تيتسناو الناس يخرجوا. دات الساعه دات الساعتين هادشي بجداد حلو تيصيبوا الشرجم محلول وهربوا المعلمين جوج من الشرجم وخلاو الميت تمايا لان ما تعرفوش. هذه النكته هذا هو الواقع. تغسل الميت حاجه تغسل واحد الانسان مريض تتغسله وهو تعميم الجسد بالماء هذا هو اللي كاين ولكن ما عارفينش هادشي. هذا هو النكته اللي عندنا دابا. اش غادي نداويو؟ خصنا نموذج. كان شحال هادي دوك اللي جالس التعليم اللي كانوا جابوا ديال اللغه العربيه وكانوا قراو لنا شي وحدين منهم ماتوا اللي مات الله يرحمه اللي باقي حي الله يقويه. فكتبوا حافظين سين حزم حافظين حزم دابا شكون حافظ دابا؟ استاذ ديال اللغه العربيه تيحكي لي السيد العام اللي فات ماشي دابا هذا العام اللي فات قال لهم سوره موسى عليه السلام. قال لي واحد التلميذه استاذ راه ما كاينش في القران كاع سوره موسى. قال لي راه هادشي اللي كاتبين هنا عاود زاد باش يزيد يفتح راسو. قال لهم سوره ياس. قال لهم استاذ راه ما كايناش ياس. ياس هي ياه بالانجليزيه راه ما كايناش ياس. قال لي شنو هي هي ياس. قال لي هذيك راه ياسين هذا استاذ سيدير الماجستير ديال اللغه العربيه سوره ياسين تيقراها ياس. دريت تيضحكوا تيلعبوا صافي. اذا كان رب البيت بالدف ضارب فلا تلمي الاطفال حاله الرقص هذا هو النتيجه. هذا الشيء هذا اش غادي نصلحوا منين غادي نبداو؟ عمليه جراحيه منين غادي نبداو؟ انا سولني واحد الدكتور هاد الايامات عشيت انا وياه وتيقريت معهد عالي بزاف عنده شي 32 سنه ديال التدريس هو تيقري. قال لي دابا الى عطيتك التعليم اش غادي دير ليه؟ قلت ليه اول ما غادي ندير سدادة المدارس كلهم وجميع رجال التعليم نعطيهم المغادره الطوعيه سير الله يهديكم انتم ما ننتظروش منهم غيديروا شي حاجه عاد نقلبوا ونخليو نوقفوا واحد النقطه واحد المده اذا كانوا الوداد ديالنا تيضيعوا الوقت وما تيقراو والو ونوقفوا حنا قلنا دابا الان حنا موقفين الامور وعاد يكونوا شي وحدين اللي مازال ما دخلوا بلا الحراميات لا والو حيت تصيب الاستاذ تيقري في مدرسه عموميه داير شي العلاج جل وتعطيهم يديروا تمارين ومن بعد ذلك حيت تيجي لمدرسه خصوصيه تصيبوا لك هاز واقف على على على, على كرع واحد خدام بالمعقول مع ان هذيك العموميه اللي تيتخلص فيها راه اكثر من هذيك الخصوصيه لان هذيك محايله ولات ديالو ولا تيغش وهذا الشيء داروا فيه بزاف ديال الكاريكاتيرات في الفيسبوكات وكل شيء. فين هو الضمير هنا؟ فات الضمير ويلا فدا فد التعليم شي بلاد في العالم كله عرفت صافي راه ما بقى لا سياسه ولا اجتماع ولا اقتصاد ولا حتى شي حاجه ولا دين حتى الدين ما بقاش لان التعليم فد. لهذا هذا خصنا هذا الشيء هذا خطير ماشي الدور الدور الاحمر اللي شعل حرقات البوله حرقات كاع صافي ماشي غير الدور الاحمر شعل حرقات البوله خطر. دابا الان احنا دابا 19 شهر ديال شو تندير مازال ما كاينش القرايه انا حيت تنمشي باش غادي نشوف اشنو كاين ومازال التلاميذ ما تسجلوش تسجلوا غير تسجل ماشي دابا راه كاينين غير مازال تيتساوى مازال ما مسجلش التلميذ انت غادي تسجل التلاميذ عاد انت غادي القرايه مع العلم ان الحاجه اللي تيخص يعرفها الشعب المغربي ان دوك اللي عندهم غيره على المغرب ناضوا وقالوا اشنو غادي نديروا راه نديروا واحد التعليم سميتو التعليم الاصيل فيه الفرنسويه وفيه الانجليزيه وفيه الحساب وفيه الفيزياء وفيه الكيمياء فيه اللغه العربيه ولكن فيه المواد الاسلاميه بزاف بمعنى وكاين واحد تلاقيت معاه في مؤتمر ديال الاساتذه ديال التعليم الاصيل قال لك انا عندي تلميذ ديالي قريته في التعليم الاصيل الشمال قال لك راه دابا الان في لانازا ديال امريكا اللي هي فيها الشهاده ديال الكواكب وديال ديال ديال, ديال الافلاك. هذا فاش قرا هذا قرا في التعليم الاصيل دابا عاد دابا التعليم الاصيل بداو تيصيفطوا لي اللي ما ناجحش باش ما يخرجوش عندنا ناس ديال الدين وعارفين الدين ديال انا اللي ما ناجحش فقدوا على الابتدائي مشى المغرب دابا التعليم الاصيل الابتدائي كاين شي خمسه ديال المدارس في المغرب كله قداو على الاعدادي هنا عندنا مدينه خليفرة مؤسسه ديال التعليم الاصيل كلها مبنيه ماشي المغرب اللي بناها بناوها ناس محسنين من دول اخرى على اساس كون التعليم الاصيل قداو على الاعدادي مشى الاعدادي مشى دابا الان بقى الثانوي باش يقضوا عليه شنو غادي يديروا ليه التلميذ في المدارس العموميه العصريه بين قوسين حيت ما تنجحش في الكاترياماني تيقول لي انظر لي واش تبقى في الكاترياماني والدوبل العام ولا نصيفطوك للتعليم الاصيل تقرا في الثانكياماني التعليم الاصيل
هو تيسمع سانك يماني ما في انا سميت هذا تيقول لها سانك يماني تيعمر ورقه حتى يجي عندي تنسولو شحال عندك في المعدل تصل عند المعدل 3-4/20 في المعدل على 20 هذا ما جابش المعدل ساعتين ديال التربيه الاسلاميه في الاسبوع جاي لعندي انا باش يقرا الخلاف العالي يقرا التفسير والحديث والفقه والاصول والتوثيق والعام الاخر يزيد ليه الفرائض والتوقيت سبعه ديال المواد غادي يقرا غير عندي انا 14 في المعامل غير انا اش غايشد هاد الدري ما يفهم والو ما فهمش فلهذا اش ندير انا نعطيه شي اسئله سهله بزاف شي اللي تنهزو الصناره ونلوحها في البحر ونجبدوها ونديروها في المقله ونحيدو ليها الشوك وناكلوها حنا واضحه وتيقول لك بوكا وتنقول ليه جيتي فيها يلاه باش نعطيه النقطه باش علاش لا الا عطيتو النقطه ماشي هي هذيك شنو غادي يطرا غادي يمشي تطرد وغادي نقضيو على التعليم الاصيل الثانوي ويقول لك هاتوا ها ما بقاش دابا الان المؤسسه ديال التعليم الاصيل اللي مبنيه على التعليم الاصيل ولا غلب فيها التعليم العصري على التعليم الاصيل التعليم الاصيل ولا فيه غير 6 ديال الاقسام هذا من 23 قسم 6 ديال الاقسام 2 ديال 5 2 ديال 6 2 ديال 7 وديال الخمسه دابا الان مازال ما 19 اللائحه ديال هادوك اللي في الكادر اليماني وما ناجحينش نكملوا بعد الاذان ان شاء الله وما يخطط للتعليم الاصيل باش يمشي يسمح انا نعطيكم جوج ديال الامثله واقعيين هادشي دابا كله تنديرو الواقع ديال المغرب في التعليم والتعليم الاصيل اللي هو اش لحقو باش يجي التفسير ديال صوره العلق نفهمو مزيان نشوفو فين تتعلق هاد الصوره هادي وفين حنايا قلنا ارا نديرو عندنا جمعية الإمام مالك هنايا في مدينة خنيفرة فيها مفتشين فيها أطر فيها رجال أعمال قلنا أرى نديروا التعليم الأصيل هنايا نديروا الابتدائي مشينا صفنا للوزارة واحد في الوزارة المديرية ديال التعليم الأصيل اللي ما بقى زعما مديرية كانت تمايا قال لك أنا نمدكم بجميع الوثائق والمذكرات لأن ما يمكنناش نتحركوا إلا بالأمور القانونية فصفنا المذكرات وهضر مع النيابه واتصلنا بالنائب ديال التعليم في المندوبيه ديال التعليم على اساس انه غادي نديرو واحد جوج اقسام ديال الابتدائي قال لك ما عندناش اقسام شوفوا دابا شوفوا بلغنا بان واحد الاقسام كاين في ازلو خاويه ما تيجي ليهاش لان جات في حي اداري ما كاينش الناس اللي تيجيو ليها جينا قلنا له سيدي راه كاين تما جوج اقسام قال لك جوج اقسام مهرسين مردومين اش غديروا قلنا ليه هذوك الاعضاء اللي معانا عندهم رؤوس اموال قال لك حنا نبنيو حنا بنينا ديك جوج اقسام طلعنا لهم الحيوط سقفنا واخا والتلاميذ منين نجيبوه
قلنا غادي يمشيوا للمدارس العتيقه ديال الاوقاف قبل ما يكون عندهم هذه الشهاده ديال المدارس اللي دارت دابا، ونجيبوا ديك التلاميذ اللي يحفظوا القران اللي ختم اللي باقي في سميتو ويجي يقرا باش يشد الشهاده ويعترف بها. لان دابا الناس يتقاسوا دابا الان بالشوايب، تصيب شي واحد خاوي عنده الشهاده سي وستاذ سي وستاذ، واحد عامر الدماغ ديالو ما عنده حتى شي شهاده ما يتوافق حاجه. جبنا تلميذ ديال 17 عام باش يقرا في التحضيري، تلميذ ديال 15 عام جبناهم من تما كونا واحد القسم، شرينا لهم حنا الادوات. بقى لنا القضيه، هذا هو اللب وهذا هو النقطه الاساسيه. شنو هي؟ المعلم اللي غيقري. دخلت المصالح هنا ودخلت النقابات، اشنو كاين؟ وسط المدينه هذه. قال لك النائب المعلم هذا اللي غادي نجيبوه. اودي راه كاينه واحد المعلمه مرت واحد من الاعضاء ديال المكتب محتجبه، وحنا نضمنوها زعما نضمنوا الاخلاق ديالها والسلوك ديالها. قال لك لا 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 غادي نجيبوا معلم. هذوك النقابات اللي تيبقاو يدخلوا الوسائط وكذا كذا، واحد من هذوك جابوه، شو هو؟ شماكري كماي. كماي غادي يجي يقري العلوم الشرعيه ويقري حملات القران. جا دخل باش يقريهم. تصيب الناس حافظين القران، عارفين الكتابه، عارفين القرايه. ولا تيخرج يجلس مع هذيك الشوشه في الساحه. معانا في الاعضاء ديال جمعيه الامام مالك مفتشين. النائب ديال التعليم قال له هذا الشيء ديال التعليم الاصيل راه ما عندوش عليه معلومات ولا شي حاجه، اش غادي ديروا؟ مره مره تبقاو تمشيو لتمايا لهذيك المدرسه على اساس باش تعاونوا ذاك المعلم تعطيوه شي توجيهات. المدير ديال المدرسه بدا تيشوف المفتشين شي داخل عنده شي خارج عنده، قال واش تدخل لي هذه الملاحظات وهذا الشيء هذا، وجبت راسي في الصداع. داروا ملاحظه بان التلاميذ ما بغاوش يقراوا وتينوضوا الشواش، وحنا غادي نسدوا هذه المدرسه هذه ونسدوا الاقسام، ومشى التعليم الاصيل ديال الابتدائي بالتخطيطات الجهنميه ديال البشر. حدث ارانا اليوم كاينين في سميتو في هذا في التعليم، واحد معنا في الوظيفه، واحد موظف معنا، ولدو ما يشوفش الكاتريان، وجابوا باش يعلم التعليم الاصيل. واحد في الاداره اللي هو مشرف قال لي علاش بغيتي تقهر ولدك وتجيبوا التعليم الاصيل؟ هي التعليم الاصيل قرا. علاش قهرني؟ جات يقولها لي، قال لك ها اش قال لي فلان؟ حنا ما سميتش انا باش فلان غادي يجي يقولها لي. داك الشيء علاش تزعني انا المساله باش ولادي عندهم المعدل مرتفع في الكاتريام اني، وتنقول لي اشهر انك تجي للتعليم الاصيل وانت عندك المعدل لاختيار ديالك بدل ما تجي وما عندك معدل وغير تجي داخل في هذوك النطيحه وما عاف الضبط. باش نقول لهم انا راه ماشي شي حاجه تنقولها فمي ما تنديرهاش في الواقع، وما نرغمش على الولاد شي حاجه اللي ما بغاوهاش. فهنايا هذا تخطيط ممارس، علاش هادشي هذا كاع كله؟ هذا التعليم عموما في الفساد، والمجال ديال الدين اكثر باش ما يكونش عندنا الرمزيه في الدين، ما يكونش عندنا تنصيبوا في مصر تنسمعوا عمرو خالد، تنسمعوا وجدي غنيم، تنسمعوا عمر عبد الكافي، تنسمعوا تنصيبوا علماء نماذج. ما عندناش في المغرب هادشي تنسمعوا، ما عندناش الرمزيه في الدين، ممنوع تكون عندنا في المغرب، ممنوع ممنوع. انا تنعرف وانا تنقرا في الثانوي في الليسي مفتش ديال اللغه العربيه ورئيس جمعيه خريجي كليه الشريعه وشاعر وخطيب ديال الجمعه في المسجد ديال الدريس الاول في الطريق ديال ايموزدار، واحد النموذج ديال الاستقامه. هذا شافوا غادي يكون واحد الرمزيه لصقوا ليه التهمه بان عنده الفساد مع السخاره ديالو في الدار. شوف شوف داروا لي الجلسه الاولى، الجلسه الثانيه، الثالثه، صفطوه بريء، ولكن مسكين دخل جواد، جواد السمعه ديالو. هذا هو التخطيطات، ما بغاوش الرمزيه ديال الدين، الدين ما تكونش عندك، تكون رمزيه ديال الغنى، تكون رمزيه ديال الشطح والرديح، تكون رمزيه ديال بزاف ديال هادشي هذا. ولكن الرمزيه ديال عندنا هنا رئيس مجلس علمي قرا العمر ديالو كله شاب شاب في المدارس العتيقه والسن حزب والقراءات السبع والعشر، وحيت شد رئيس مجلس علمي بغاو يحيدوه منه لصقوا ليه تهمه لا اخلاقيه. قال لي راه تيهضر مع شي وحده في التليفون، ومسكين مات بالفقصه، مات مات مشى ماشي مات مجازا، حقيقه مشى عبد الله عز وجل مشى مات. عاد جايه هذيك اللي هي قال لي ودي راه هما اللي رغموني قالوا لي هذا تقولي هذا تقولي، انا متايبه الله دابا ذكرت لي على راجل ورميتي عليه الباطل عالم من العلماء ديال الامه. علاش؟ باش ما يكونش عندنا الرمزيه في الدين.
هذا هو التخطيط في اطار الحرب اللي كاينه ما بين اهل الحق واهل الباطل. والله عز وجل قال ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. فلهذا هذا التخطيط. دابا تقول لشي واحد دابا الوليدات ديالكم يقول لهم ودي راه غادي نمشي للتعليم الاصيل تحول لي التلاميذ الاخرين، رغم ان الشهاده ديال البكالوريا ديال التعليم الاصيل تتخول لك داك الشيء اللي ما تيتخول لكش بالنسبه للشهاده ديال العلوم ولا ديال الاداب في التعليم العصري العمومي. ورغم ذلك تعطى لها واحد الصوره مشوهه في هذا الاطار هذا. فهذا كله تخطيطات ديال ما وصل اليه التعليم في بلدنا. اش نقصنا دابا؟ خصنا نرجعو للقران. نشوفو الاسبوع الجاي ان شاء الله سوره العلق. تيبقى لنا واش هذا الاسبوع الجاي واش نقولو لهم؟ لان فين مول جرتنا ما جاش سميتو اللي واش نقولو لهم؟ واش نهار ثلاث؟ انا بغيت حتى يجيو ويجيو نهار الاربع عاد نقولو حنايا ودي راه غادي نردو نهار ثلاث باش ما يدوخوش الناس. انا ما كلفت حتى شي واحد قلت له ودي راه نهار ثلاث ما كلفتو حتى نهار الختم ديال القران. ما بغيتش نقول للنساء الحاضرات راه نهار ثلاث ما بغيتش. علاش؟ باش ما يفلت لشي وحده. فحتى يجيو نهار الاربع كاع قولهم عاد نقول لهم ايوا دابا راه استعمال الزمن عندي انا نهار الاربع عامر فغادي نردوها ان شاء الله نهار الثلاث. دابا الان راه حنايا غادي نصبر باش نجي نهار الاربع يبقى الاربع. فاذا جاوا مالي الثلاث قول لهم راه باقي الاربع حتى يخرج مني انا من عندي الاربع باش تكون رسميه. وتعلموا من هذا الشيء هذا ان اي خبر جاكم من غير قناته الرسميه فهو باطل. اي قناه جات كلام هكا لا 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 خصني نسمعوا من فلان الفلاني يعجبوني انا شي وحدات من الحاضرات اذا التليفون قال واش كاين شي حاجه ولا ما كاينش صافي انا شدت الخبر من البلاصه ديالي. اما نشدوا الخبر هكا ولا هكا باش نعرفوا لان حتى هادشي يخطط له. حنا هادي ست سنين دابا طالعين السنه السابعه دابا حنايا وما يخطط ما باغيينش يجيو كاع لا المراه ولا حتى شي وحده باش تجي المراه وتخلي الشغالات ديالها وكلشي وتجي باش تحضر للضرب. ما بغاوش هادشي هذا. اش غادي يديروا ليا؟ سخاره. حنا ما عندناش سخاره. تلقوا الدعايات قالوا راه عندنا جوج عيالات جوج عيالات وحده راه هي ساكنه بوفلوس وحده راه دايره واحد الفيلا في طريق المكناس وسميتها هذا. تلقوا باش العيالات حيت يسمعوا هذا الشيء يقول لك اوه هذا ما عندنا ما نديروا بهذا الشيء تيدير تعدد وما تيطلقوا. هادشي هذا دعيت لك باش يجيو العيالات من هنايا. علاش؟ ما يبغيهمش يتصنتوا ويستافدوا يمشيو يديروا الزحام في القصويران وكلشي ولكن باش تجي المراه وتخطط واحد النهار هي عندها في الاسبوع تسمع الدين ديالها وتيتوعى ليها وتتعرف اشنو طاري وتسمع اللي ما تيتقالش في التلفزيون ولا في الراديو ولا في الشارع تتسمعو معزز بالادله من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هادشي ما يبغيوش تيخططوا ليه بالوسائل ولكن حنا معنا الله سبحانه وتعالى واللي مع الله عز وجل فلا اللي هو مع الله عز وجل فالله عز وجل هو الغالب. الله غالب على امره غالب على امره وخا يخططوا انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. فنتلاقاو ان شاء الله نهار الاربعاء.